نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع دكتور عامر حلواني الأستاذ الجامعي أيضا بالمدينة طرابلس. حكيت عن آلية العمل وموضوع يعني الكثير من المجالات، إذا حكينا إنماء وحكينا بالسياسة وحكينا إدارة، ولكن الذي يختلف في مدينة طرابلس أنه ليس لديها الكثير من الإنجازات للبناء عليها سابقا، غير بيروت، غير صيدا، غير جزين، غير زحلة، غير مختلف الأمر، وبالتالي هذه أيضا مشكلة أو تحدي جديد أمام المجلس اللي سينتخب. أكيد أكيد أستاذ سلمان، في تحدي كتير كبير. حكينا لحنا أنه طرابلس حالة خاصة بحالة الإهمال المتوارث والقديم، وحكينا أنه عندها فرص كتير كبيرة، أنه في مشاريع كتير كبيرة، مقومات موجودة ولكن متروكة. عندك المشروع الإرث الثقافي اللي هو ضخم، واللي أنا ما بيجيني زائر أجنبي إلا ما بياخده على الأسواق وبيعشق الأسواق، بس بده شوية تجميل وتنظيف. أيوة. عرفت. كمان الطرابلسي بده يلعب دور، مش الحق دايما على المسؤول على على على, على ما يرمي الحمل بس على البلدية تاعيته. أنا بشوف البلدية قديش بتشتغل لتنظف المدينة، ونرجع لحنا أهل طرابلس بنرجع منساهم بتوسيخها. فهذا الموضوع التربوي لازم البلدية تشتغل عليه كتير كبير، لأنه موضوع التربوي شغلة أساسية في بناء المجتمع السليم بطرابلس. صح. لازم ما تهمل الموضوع التربوي، مثل ما حكي الأستاذ أرسلين، في مشاكل تربوية كتير عميقة بالمناطق المحرومة، لا سيما بالتبانة وبجوارها. هذا بده المجلس البلدي يوليه اهتمام خاص من خلال السياسيين ومن خلال الحكومة، يعني ما بيخليك. هلا في مدرستين نموذجيتين ابن التبين عم يروح عليها، شو بيصير فيها بعد 5 سنين؟ شو بده يصير فيها؟ بدها ترجع مثل ما كانت المدارس اللي قبل، ولا بدنا نحافظ عليها نحن كأهل طرابلس؟ ففي تحديات كتير كبيرة، في مشاريع كتير ضخمة. أهم شيء البلدية لازم تتواصل مع الناس، لازم تحسس الناس إنه هي قريبة منهم، واهم شيء لازم تقنع الناس، تحكي مع الناس بالمشاريع تبعيتها، تقنعهم فيها، تحكيهم، مش تنزل المشروع هيك، لازم تتواصل معهم. شفنا مشروع المرقاب. أيه. مشروع المرقاب كان حلم البلديات، كان بساحة التل. أيه. كان حلم البلديات قائم يعني، كان حلم البلديات من سنة 1975 لسنة 2015. وهون جن جنون الوزير درباس، وما هو حق لما حصل مال من الدولة لإنجازه، ما قدر. قاموا الطرابلسية، بس لأقول لك الطرابلسية قاموا لأنه كفروا بالطريقة التنفيذ لمشاريع بطرابلس. خلينا نحكي بصراحة. بعدين هذا المشروع ما كان ممهد له، هلا الرئيس عامر رافعي صار يشتغل بالآخر لحتى تحسنت الصورة كتير. بس أكيد، بس هون كمان بدي أرجع أدعي المجتمع الطرابلسي أنه أنا إذا كان كل مشروع بدي خاف من نتيجته فما أعمله، فعمليا ما أتمنى أعمل مجلس بلدي. يناقش، يتابع الناس، لازم التابع. يكون ضاغط لإنجاز بالوقت المحدد، وشوف وين الخلل. ما بخفيك في كتير مواقع، مثلا خد محطة التكرير المكلفة مبالغ طائلة، المياه الآسنة اللي بتطلع من طرابلس وبتروح على البحر، هيدي معطلة لسه ما اشتغلت لأسباب تافهة. ناس حاطين ايدهم مزيدات. على ناس حاطين ايدهم على اماكن بالبلد، ما عم يخلوا المجارير تمشي. ففي شغلات هيدي كلها بدنا نرفع الاسقف عنها. الناس المخالفين الشبيحه بدهم يرفع الاسقف السياسيه وغير السياسيه عنها. وقت السياسيين بيرفعوا السقف عن المخالفين وعن الشبيحه، غير السياسيين بصيروا ملزمين يرفعوا هذا الغطاء. يعني مش صحيح انا اللي بشوف نشوف البسطات المنتشره يمينا ويسارا وبعمق طرابلس كلها، وعلى بس هول الناس هول بس هول يعيشوا. بس مش هول تامل لهم شيء ثاني، مش هذا الفقير اللي قاعد على البسطه هو المستفيد الرئيسي، في شبيحه مقعدته وعم هي اللي عم تستفيد، وهيدا عم يشغلوه بابخس الاسمين. بالعكس، خلي البلديه هي تجي تعمل هذا المشروع، انا اعمل كيوسكات مرتبه ومنظمه، وجيب الناس المحتاجه والفقره وحطها فيه، وبتصير تاكل لقمتها بعرق جبينها وبدون ما تتبهدل لائقة. وبدون ما تكون حاطط شبيح فوق منها محمي من جهات مختلفة. فهذا المشروع الحقيقي لطرابلس، لهنا بدنا طرابلس مدينة مفتوحة لكل الناس، منفتحة. هي طبيعتها، هي حقيقتها أصلا. هي حقيقة طرابلس، هي حقيقة طرابلس. أنا من رواد المقاهي. هلأ إذا بتطلع على المقاهي بطرابلس منتعشة ومزدهرة بكل هذا، وهلأ نحن قادمين على 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 شهر الخير، شهر رمضان. أيوة. طرابلس ما بتنام 24 ساعة، من أجمل محل فيك تروح عليه بشهر رمضان هو طرابلس. فلازم نحضر للزوار ونجهز للزوار كل الوسائل اللي بتحسسهم أنه هني فعلاً يعني مرتاحين، ونهتم بأبنائها، نرحب بالزوار. أكيد طبيعي، أكيد نهتم، لأنه بس نكبر حجم الاقتصاد الطرابلسي كل أبنائها بيصيروا مرتاحين.
ليش ما اخذوك على اللائحه عندك؟ انا الرؤيه انا عندي شغلي بالجامعه وعندي بشتغل عمل حلو اللي عم بتقوله لان كلامك حلو. بعدين يعني انا مؤمن ان الخدمه طرابلس وخدمه كل المدن وكل المناطق من خارج المراكز الرئيسيه اهم افعل مرات بيكون تماما. انا بعرف في جمعيات فعاله بشكل ما طبيعي اكثر بكثير من الـ من الـ يمكن تكون من البلديه حتى نفسها وبيشتغلوا بصمت وبيشتغلوا وبيوصلوا. نحن بحاجة لتفعيل هذا العمل المدني الفعلي اللي هو بيكون ممنهج وبيكون ديسيبليني يعني عنده اخذ تيم عم يشتغل عليه. مش بقى بدنا نشتغل بتكون جمعية عم تعمل مستوصف بتصير بعد شوي عم تشتغل بالانتخابات. هذا الاختلاط بين العمل المدني والعمل السياسي لا شك انه العمل المدني لازم يوصل للعمل السياسي طبعا ولكن لأنه من المكان بس انا اكون رئيس جمعيه وحبيت انخرط بالعمل البلدي ولا السياسي لازم حيت حالي عن الجمعيه لحتى فعلا الجمعيه تصير محرره. ولكن لا يكون الهدف العمل باي جمعيه هو السياسي، الهدف العمل واذا كان شو مشكله السياسيين بكل المناطق وطرابلس فيهم هو خوف كل سياسي انه تتسخر البلديه او المرافق العامه لخدمه واحد على حساب واحد لخدمه يعني اذا بتجي واحد متعدي على محل بتجي بتشيله بيروح عند سياسي معين بيقول له ليش شلت هيدا اللي قريب مني ما شلت التاني اللي منه قريب مني هون السلطه البلديه تماما. عشان هيك السلطه البلديه لازم تكون على مسافه واحده وهيدي عقليه بلبنان منا موجوده للاسف. هي الثقافه ثقافه الحياديه، انا فيني يكون تيار مستقبل بس فيني وقت كون بموقع عام كون لكل الناس وهذا الواجب وهذا الاصول هيك بتنبنى الاوطان. ما بيصير انه انا سخر نفوذ عمل عام ومصلحة عامة لمصلحة شخصية. بدأت الحديث معنا في هذه الحلقة عن صورة طرابلس، دور مدينة طرابلس في جانب سياحي كتير مهم أيضا غاب عن مدينة طرابلس. مش موضوع القعدة والحلو ومنيح، هذا شيء إيجابي، ولكن في كثير من المجالات طرابلس لديها هذه المقدرة أو هذه الإمكانية، ولكن يعني طرابلس عندها كنوز مدفونة. يعني الـ 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 الأسواق المملوكية القديمة من أروع ما يكون. يعني ما بجيب أنا سائح أوروبي بيجوا لعنا على الجامعة كتير نحن وبنزلوا إلا بيعشق. يعني أحد الأصدقاء الفرنسيين قال لي عامر اشتري هون، المستقبل لهون. فكر أنه مثل بفرنسا المناطق القديمة هي اللي، وبالفعل في كتير يعني بسوريا المناطق القديمة رجعت أخذت القيمة الحقيقية تاعيتها. فهذا الأسواق التاريخية يجب الاهتمام فيها بطريقة مميزة. للأسف فتنا بمشروع الإرث الثقافي اللي هو مشروع رائع، قد ما بيصير بيطول العالم تكفر فيه ما بتعود تأمن فيه لأنه عشان هيك بده ينعمل مشاكل طبعا لأنه صار في الأحداث الأمنية لأنه بيصير في استلباس حتى بعد الشركات والمتعهدين اللي بيجوا بيشتكوا أوقات من 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 ناس بيجوا بيشبحوا عليهم. فكل هالقصص بدها، مشان هيك بدنا طرابلس مدينة. شعارنا القادم للبلدية الجاية لازم يكون طرابلس مدينة مفتوحة وهي مدينة تطبيق القانون والالتزام بالقوانين بكافة القوانين. لو مين ما حب بمدن تانية يخالف القانون، لحنا مصلحة طرابلس هي الالتزام بالقوانين وبالأنظمة، لأنه هيك بتنمى طرابلس وهيك أهل طرابلس بيستفيدوا وهيك أصلا أهل طرابلس بدهم. نعم بأكد لك. وقت تخلص دكتور عامر حلواني وياريته أطول من هيك، وأنا أكيد كتير من أهل طرابلس يرحبون بهذا الكلام يلي عم بتقوله. كلمة أخيرة، غدا يقال معارك حامية، تنافس بالمدينة وبكل مناطق الشمال، شو بتقول؟ يعني أنا الحقيقة بتوجه لأهل طرابلس أول شيء العنوان الأول، تفضلوا انتخبوا بكرة، مارسوا حقكم لأنه فعلا هذا حق لازم تمارسوه، لازم تقولوا رأيكم. شغلة تانية، في عدة لوائح أنا شخصيا بفضل تلتزموا بلائحة لطرابلس لأني أنا مأمن فيها، لأني شفتها تابعتها كيف تكونت وكيف تشكلت. تشكلت فعلا، عملوا ناس مجموعة، وأنا رأيي أنه اللوائح التانية يعني تجمع التجميع وهذا ممكن يشكل خطر بس نعيد التجربة بالخلاف التجربة السابقة. نعم. وأنه بالآخر يمارسوا خيارهم الديمقراطي، وهذا فعلا يعني حلو أنه بخضم الأحداث الدامية اللي عم تحيط حولنا، أنه نحن فعلا بكرة بطرابلس وبالشمال بكل الشمال رايحين نحط وراء بصندوق الانتخابات لنقول مين بدنا بالبلدية. شغلة كتير عظيمة، وإن شاء الله بيدل لبنان هيك، وأملنا الكبير أنه يدل لبنان هيك. شكرا لك دكتور عامر حلواني الأستاذ الجامعي من طرابلس، تحية لك لأهالي طرابلس لكل أهالي شمال، وإن شاء الله خير على كل حال بكرة يوم الأحد. الشكر للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.